absolutely committed to justice, equality, dignity and freedom for Palestinians. Thank you very much indeed, Angie. And next we have Gail Cartmell, who... and the anti-apartheid movement seeking justice for blacks in South Africa. And our solidarity is based on our belief. Does it breaches humanity? It breaches international. الخطة تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، ونعتقد أن الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره، وهذا لن يحدث في ظل ما يسمى بالصفقة. لحسن الحظ أن الخارجية البريطانية تراجعت عن أي موقف حكومي بشأن الخطة، ونحثهم الآن على رفضها بالكامل وعدم اعتبارها خطة سلام، لأنه لا يمكن تحقيق سلام دائم على أساسها. نريد من بريطانيا آخذين بعين الاعتبار مسؤوليتها التاريخية ووعد بلفور، آخذين بعين الاعتبار خروجها من الاتحاد الأوروبي ورغبتها في أن تلعب دوري أكبر. نريد من بريطانيا اعتراف بدولة فلسطين.